في العادة سينو في الفطور ديالك كتفطر ب الفطور هكا مثلا التمر الحليب الحريرة ولا كتبغي الطاجين و... لا كنبغي نفطر خفيف حيت الا كليتي بزاف عاوتاني كتجيني الدوخه الصراحه الا كليت بزاف ولا هذا كتجيني الدوخه فكنقول نفطر خفيف من بعد واحد 4 ساعات ولا 3 ساعات ان شاء الله وناكل شويه عاوتاني بين ما يجي السحور لان المسافه كتكون قريبه داك الشيء علاش عادي عادي فهمتيني عادي خصوصا انا ندير شويه ديال الحميه تنحاول ناكل داك الشيء خفيف انا قالوا لي بعدا السيمون كل نهار في المطعم هذا في مطعم الدار البيضاء دابا اللي بغى يجي يشوفك يجي هو المطعم هذا المقر هذا مقر ديال ماشي غير ديالي انا يعني المغاربه كاملين هنا في راس الخيمه لان المدينه هنايا صغيره ما كبيرهش بزاف وزوينه وفيها الحمد لله يعني مقيمين مغاربه بزاف شويه يعني ويعني المطعم اللي كيعزيز علينا ونجيو ناكلو فيه وكنلقاو فيه ماكله زوينه وداكشي هو المطعم ديال الدار البيضاء الحمد لله. لله تحيه اكيد كبيره للسي حسين وتحيه كبيره لكل رجال الاعمال المغاربه اللي كيستثمروا هنا في دوله الامارات وكيديروا مشاريع مغربيه يعني الا ما كانش مطاعم كتكون شي حاجه اللي خاصه بالصناعه التقليديه ولا تحيه كبيره لهم كنشكرهم اكيد فطروا يلا بسم الله بسم الله نعرضكم انا ولا تعرضنا انت احنا نعرضوك دابا انت هي اللي جيتي عندنا انا شحال هذه ما كليت بهذه المعلقه زوينه هذه المغرفه مغرفه الحريره بنينه كتعجبك الحريره حاره ولا لا انا ما كنبغيش الحرور في الماكله بزاف مزيان احسن علاقتك بالمغاربه اللي عايشين هنا في الامارات سيمو من غير راس الخيمه يعني في الامارات الثانيين لا الحمد لله يعني عندي اصدقاء يعني كاماراتيين ك وخارج يعني خارج الامارات كاع مثلا في السعوديه في البحرين الحمد لله في الخليج كامل الحمد لله من العلاقات الحمد لله زادت اكثر من يعني اول فيديو كليب والحمد لله شاف هذا الاقبال فانا ان شاء الله انا بصح شويه تاخرت شويه في ما بغيتش نسجل مثلا جديد كنصبر علاش باش نعطي شي حاجه اللي مزيانه باش نقدم الحاجه اللي تكون اللي يسمعوها الناس ما يعني ما تخيبش ليا الاول اللي درت يعني انا بغيت نزيد لقدام ما نرجعش للور وندير شي حاجه اللي غيحبها الجمهور ومقبوله عند كلشي ان شاء الله. نعم الجديد غادي يكون خليجي عربي مغربي غادي يكون اول حاجه غيكون مغربي يعني باش نرضيو الناس اللي غضبوا شويه اللي غضبوا شويه ان شاء الله ومن بعد ان شاء الله ندير لهم خليجي ان شاء الله يكون كوكتيل يعني يكون خليجي مغربي ستايل دابا اللي جديد والحمد لله الاغنيه المغربيه دابا راها يعني توب وفي الاول دابا يعني في المراكز الاولى يعني وراه دابا هذا الوقت هذا تقريبا العالم كامل كيسمع الاغنيه المغربيه يعني اجتهدوا الفنانين ديالنا اللي بلا ما نذكرهم يعني راه معروفين الحمد لله اجتهدوا والاغنيه وصلت يعني الاغنيه المغربيه وصلت اكثر وحبوها الناس ماشي غير مثلا غير العرب حبوها حتى الغرب وحبوها نعم سيمون المنور معروف اكثر في دول الخليج اكثر ما هو معروف في المغرب واش نقدروا نقولوا بان هذا تقصير من الاعلام المغربي طبعا هو تقصير انا ما كان يعني انا ما كنلومهمش ولكن انا ان شاء الله عندي واحد ان شاء الله قريبا ان شاء الله غنزل المغرب ان شاء الله فكنتمنى نزور الناس تما الاعلاميين والصحفيين وندير علاقات معهم ان شاء الله ونشوف يعني باش يفهموني ويشوفوا بانني انا يعني هنا الحمد لله عندي علاقات ومعروف هنايا في الامارات فكنتمنى ان شاء الله المغرب تكون حتى هي عندي علاقات بزاف تما ويعرفوني الناس يزيدوا يعرفوني الناس ان شاء الله ما تحاولش تشوف مثلا شركه انتاج اللي تبنى الاعمال ديالك او لا سواء في المغرب او لا كنتمنى ان شاء الله انا نشوف شركه الانتاج اللي غادي يعني اللي غادي تهزني لان انت عارف دابا في هذا الوقت الحالي صعيب باش تسني معاك شي شركه الانتاج لازم تقنعها 100% وان بروجي لان ما خصوش يسقط فداكشي علاش بزاف ديال شركات الانتاج كي دائما كيختاروا الفنان اللي ناجح واصل يعني فهذا هو نعم هشام انت اكيد سمعتي سيمو كيغني بزاف نتاع اللهجات فشنو اللي كيعجبك اكثر سيمو في المغربي في الخليجي في المصري انا بصراحه تيعجبني صوته اي شيء غناه تيكون كيليق على صوته يا مغربي
يا خارجي. اهم شيء هو ديك الكلمه الهادفه اللي غتوصل للمتلقي وهو مرتاح بها. نعم. يعني نقدر نسمعها انا وتعجبني، ماشي ضروري انها غتكون مغربي. الحمد لله دابا الموسيقى في الحاليه ما بقاش كتقتصر على كلمات مغربيه، تكون هي واصلاني كمتلقي. نعم. انا واصلاني والحمد لله. السي محمد صوتو يطرب. نعم. شارك مؤخرا في احدى المسابقات العربيه، شفته؟ اي شفته. شجعتي صوتك؟ اكيد اكيد اكيد. تكلمنا اكثر على هذه المسابقه، كيفاش يعني فكرتي انك تدخلها؟ هذه المسابقه هذه جات غير بالصدفه، انه جا واحد المره الطاقم ديالهم جاوا لهنا لراس الخيمه، فانا كنت في هذيك الكوفي قاعد، فدخلوا على المنتجع قالوا انهم كيطلبوا متسابقين، فانا دخلت غير باش نشوف. فاتصلوا بي الطاقم قالوا لي يعني واش انت سيمون النوار هادي؟ قال لي يا ريت تشارك معنا غير باش تهز لينا شويه البرنامج وتبينوا لينا اكثر. فقلت ان شاء الله نبدا معاهم. كانوا شي مغاربه من غيرك؟ كان مغربي واحد. مغربي. كان مغربي واحد، والباقي تقريبا من جميع الجاليات، يعني السوريه، اللبنانيه، المصريه، تقريبا كل شيء الجاليات اللي عايشين هنا مقيمين هنا في الامارات. فان شاء الله دابا هاد المشاركه اللي شاركت معهم انا كنت داخل كمشارك، فالحمد لله انا ما بقيتش كمشارك. صاحب القناه استضفني وقعد معايا، وان شاء الله في كاين ان شاء الله شغل بيناتنا ان شاء الله جديد. ان شاء الله. يعني ممكن يكونوا هما المنتجين ديالك مستقبلا؟ كنتمنى ان شاء الله، لان باقي صراحه مازال ما درناش شي عقد او هذا، فاحنا في طور باقيين كنتفقوا. كنتفقوا ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه الى تكلمنا على الاغنيه المغربيه دابا، كنعرفوا بانه ولات يمكن كيف ما قلت انت دابا هي الطوب، هي النمبر 1 في اي بلاد. فاش كتغني هنا في سهرات في دوله الامارات، شنو الاغاني المغربيه اللي كيطلبوهم منك تغنيهم؟ انا بغيت نقول باش يسمعونا المغاربه كاملين، فهاد سبحان الله غتفاجئهم هاد الكلمه اللي نقول. تصوروا ان هنا في الامارات وكخليجيين او اماراتيين كيطلبوا اغاني امازيغيه، يعني امازيغيه ديالنا. تحيه كبيره اكيد للامازيغيين اللي كيشاهدونا. كنقول الاستاذ ديالنا المرحوم رويشه. نعم. يعني الله يرحمه ونترحموا عليه في هذا اليوم اللي هو رمضان. فيعني الاغنيه ديال ناسي ناس اللي معروفه، يعني مقبوله بواحد الطريقه بزاف هنايا، واخا انهم ما كيفهموش الكلام، ولكن كلحن وك يعني طريقه كتعجبهم الاغنيه. ممكن كيغنيوها واخا ما فاهمينش نيا، راه ما حافظ الكلمات ديالها. ايوا ناسي ناس كتعجبهم. يعني صافي ناسي ناس تلقريهم غير ناسي ناس يسمعوها كيتنغموا عليها. نعم. يعني صراحه وماشي غير الاغنيه الامازيغيه، تقريبا المغربيه كلها ولات ناجحه صراحه الحمد لله. يعني ماشي قبل، لان يعني انا دابا 8 سنوات وانا هنا في الامارات، ولكن هاد الاعوام تقريبا الاخرى يعني زادت الاغنيه المغربيه بزاف. يعني ولا انا صراحه ما نكذبش، انا كندخل السهره ديالي الاجمالي، يعني الاجمالي كنغني ثلاث اغاني خليجيه او 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 جوج، والباقي مغربي. الباقي مغربي صراحه باش من يعني ناجحه الاغنيه الحمد لله. اكيد تحيه كبيره لكل الشباب المغاربه دابا اللي راه ما دوكرا في عين القيمه نتاع الاغنيه المغربيه، وما نساوش حتى اللي كانوا في منهم حتى هما باقيين كيطلبوا بزاف نتاع الاغاني تاع نعيمه سميح. لا باقي الحمد لله، باقي مطلوبين. الحمد لله باقي كاع تقريبا كاع الفن المغربي مطلوب، واجمالي ماشي غير الفن، في اي حاجه الثقافه المغربيه، الثقافه المغربيه، الماكله المغربيه، اللباس المغربي، ناجح بصفه عامه. يعني الحمد لله المغرب ناجح، كله ناجح الحمد لله. الحمد لله. وملكنا الحمد لله ناجح، وكل شيء ناجح الحمد لله. الحمد لله. شنو علاقتك بأتاي المغربي؟ أتاي المغربي، انا اصلي صحراوي، يعني انا اصلي صحراوي من ارفود، ومن هذا من رشيديه محنابو. فيعني هل المناطق هادو كيشربوا الشاي بطريقه يعني يوميه وما كيحبسوش من الشاي، فانا كنموت على اتاي صراحه. اتاي واي مغرب راه كيموت على اتاي، ماشي غير انا. خويا شكون خويا لك خويا على سلا. كيعجبك اتاي؟ اكيد. شو سؤال كان في بالك كنت باغي تسولو السيمو فاش تلاقى به؟ سؤالي انا السي محمد هو
كما قلتي في الاول كاين واحد التقصير، ولما التقصير اللي كيبان لي يعني ماشي من الفنان، التقصير من الاعلام ككل كاين التقصير، ومن الكتاب الكلمات اللي تعاني منهم اغلب الناس. فهمتيني؟ الحمد لله الموهبه كاينه، الموهبه كاينه وانما خاصها تسقل. الحمد لله راه مسقوله، خاص التسويق يعني بفضل بحال هاد البرامج ديالكم هما اللي تيخليو بحال هاد الفنانين الشباب انهم يظهروا. حنا ما كيهمناش الكم اكثر ما كيهمنا الكيف. المتلقي ما تيهموش انني خاصني نشوف بزاف ديال الفنان، الحمد لله كاينين بزاف ديال الفنان، وانما خاصنا ديك الكلمه الهادفه اللي غتوصلني انا كمتلقي وتعجبني. وسي محمد الحمد لله راه من الناس اللي غادي خطوه خطوه الحمد لله، حيت كاينين شي فنانه اللي بانوا في الطوب واحد المده وما يطفاو بالفعل، ما بقيناش كنسمعوا، ما كاينش الساس وما كايناش المتابعه من الاعلام. نعم. لا السمعي لا البصري لا المقروء، ما كاينش بحال بحال هاد البرامج هما اللي تيخليو الفنان على الاقل يبان في الصوره. الحمد لله سي محمد انا راه تيبان ليا بانه غادي في خطى ثابته. اي الله وعما قريب ان شاء الله هو تنتمناو يكثروا بحال هاد البرامج، باش حقاش هاد البرامج هما صله الوصل بين الفنان والمتلقي والجمهور. والحمد لله راه جمهوره كبير باش وصل للولايات المتحده والحمد لله. الحمد لله. لا اكيد حنا بعدا كاعلام بزاف تافي دائما مع الفنان المغربي، ابوابنا مفتوحه لكل الفنانين فيما كانوا سواء في الامارات او حتى خارج الامارات. انا كيبقى فيا الحال يعني ان الاغنيه نتاعك يعني كانت دايره الباز في بزاف نتاع القنوات هنا في الخليج، وفي المغرب للاسف ما شفناهاش ما سمعناهاش، يمكن حتى اذا دازت شي مرات قليله. ما نفس يعني ما اتصل بك لا من القنوات المغربيه لا من الاذاعات المغربيه حتى شي واحد. ما الصراحه للاسف ما اتصل بي حتى واحد. فشن نقول لك يعني انا يمكن في الايام الجايه ان شاء الله يمكن نطرح مثلا عليهم، انا ان شاء الله كنقول ننزل المغرب نطرح عليهم يشوفوه، يقدر الله اعلم يقدر يكونوا ما شافوش، يقدر يكون شي سبب. لا ما شافوش ما يمكنش لان الكليب تشاف صح. يعني يقدر يكون مثلا شي سبب يكون صغير انه ما بغاش يدوز داك الفيديو كليب او انا ما المهم انا دابا ما فهمتش. بزاف نتاع الفنانين اللي عايشين في الخليج كيقول لك الاعلام المغربي كيهتم بالجاليه اللي خايجه اللي عايشه في اوروبا وما كيهتمش بالجاليه اللي عايشه في من غير الفنانين، يمكن الجاليه كامله اللي عايشه في الخليج دائما كتعاني هذه النقطه هذه ان الاعلام المغربي كيهتم باوروبا ما كيهتمش بالخليج، رغم ان المغاربه اللي في الخليج كيصيفطوا يمكن الفلوس للمغرب اكثر من اللي كيصيفطوا لاوروبا. يعني وفنانين المغاربه اللي تقريبا اللي عايشين في الخليج يعني كيعيشوا ظروف غير على ديال اوروبا، لان مثلا حنايا فانت عارف مثلا فباش تسافر من الامارات للمغرب خاصك طياره خاصك كذا خاصك كذا، يعني فكيكون شويه الوقت صعيب انك باش تدير مع اما بالنسبه للديار الاوروبيه والناس اللي في اوروبا يعني ساهل عنده ينزل ويرجع وكذا، ماشي بحالنا حنايا. حنا كتبقى خاصك الوقت ان شاء الله فوقاش تسافر، خاصك واحد الوقت اللي غيكون اكيد. واذا كنتي انت كتكون عامل عقود مع الناس اللي خدام معاهم فكيصعب عليك شويه باش تنزل مثلا غير باش تكون عندك مقابله صحفيه او مقابله مع مثلا الاذاعات المغربيه، فهذا هو اللي كياخذ وقت يعني انك باش تدوز بزاف نتاع الاذاعات خاص وقت كثير. ان شاء الله انت غادي تنزل في العيد المغرب ان شاء الله نازل ان شاء الله، ونحاول ان شاء الله نتلاقى مع ناس تما وصحفيين اكيد. نعم هذا هو السؤال اللي بصراحه بزاف ديال لي فان ديال سمعان كيتسالوا عليه، هو واش محمد كيقدر يلحق ما بين بزاف ديال السهرات وحال هاد اللقاءات، واش محمد عنده مدير اعمال؟ حاليا ما كاينش مدير اعمال لانه مازال ما كاينش شركه الانتاج، ولاني باش يكون عندك مدير اعمال خص يكون عندك شركه الانتاج اللي يديرها لك واحد المدير. فان شاء الله يعني كاين الناس باغيني يعني يحتضنوني، ولكن فدابا بزاف ديال الفنانين عارفين بانه شركه الانتاج كتبغي عقود احتكاريه. ايوه يعني فانا ما يمكن ليش واحد يجي يحتكرني ويخليني انا مثلا ما نقدمش داك الشيء اللي باغي. فانا عندي افكار وان شاء الله كنتمنى تنجح غير مع الجمهور، وحفلات ديالي ان شاء الله اللي تكون في المغرب ان شاء الله
فان شاء الله باش نوصل مزيان ان شاء الله. حنا نديروا نخليوا ابسط الحلول يعني، حتى الاعلاميين المغاربه الا بغاو يتواصلوا معك نقول لهم يتواصلوا معك على الصفحه ديالك على الفيسبوك سيمون المنور يعني ان شاء الله يصطفوك ونشوفوك في كل الاذاعات المغربيه باش ما يقولكش راه حنايا عيقنا عليهم ولا لمناهم بزاف. فان شاء الله يتواصلوا معك ونشوفوك في الاذاعات في القنوات المغربيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وانا كنشكر بزاف القناه بزاف تي في، لانها هي شوف مش هي قناة كتبغي غير فنان فلاني او فنان فلاني، كما كنشوفوا في القنوات المغربيه انهم هما كيجيبوا نفس الوجوه. فقناة بزاف تي في الحمد لله كتغير وكتجيب وجوه جديده وجوه، فهادشي اللي بغينا يعني. انسان دائما كيبغي الجديد صح، يعني مش كل واحد يعني مثلا في المغرب كيجيبوا نفس الوجوه، نفس السهرات كتشوف نفس الوجوه، فانسان كيخلي الجمهور شويه ما متشوقش، كيسمع فلان صافي فلان هو فلان صافي. اما الجديد هو اللي كيخلي الجمهور كيقلب على شكون فلان فلاني جاب واحد الفنان يعني، فهذا هو اللي خصو يكون يعني. وكنتمنوا ان شاء الله يعني يكون ان شاء الله. عندي واحد المعلومه الى اس محمد ياكد عليا، وانا سمعنا بان اس محمد من عائله فنيه والاب ديالو موسيقي محترف. نبغي نسول اس محمد، واش اس محمد تلمد على الأب ديالي؟ الحمد لله الوالد ديالي أنا من تقريبا من 1980 وهو كيغني، كانوا هذيك الساعة كان هذاك الجيل اللي كانوا كيغنيوا فيه جيل جلالة ناس الغيوان، فكان هذاك هو الفن اللي كان ديك الساعة يعني، كان هو ديك الساعة في المراهقة كان مرمي لهذاك الميدان. من بعد تغيرت شويه الامور ولا هو فنان شعبي، لان فنان شعبي ديك الساعه عاوتاني في التسعينات ولا الشعبي هو اللي ولا طاغي في هذا. والحمد لله يعني خديت منه بزاف ديال الافكار، تعلمت منه بزاف، تعلمت منه الحضور في المسرح، تعلمت منه يعني الطريقه كيفاش نعول على راسي اول حاجه يعني. الانسان كيعول على راسه، لان انا هو يعني بدا من شي حاجه صغيره والحمد لله دابا يعني انا كيبان ليا انا فخور بالوالد ديالي الصراحه، الحمد لله فخور به بزاف. وكان كنمشي على الطريق ديالو هو يعني، كنحاول نمشي بالافكار ديالو، ما نكونش يعني ما نبدلش من هذاك الشيء التقاليد ديالنا مثلا، حنا صحراوه او كذا، كنحاول نمشي عليها. نعم. والحمد لله يعني امور طيبه. امور طيبه الحمد لله، امور طيبه هنا في الامارات، امور بخير في المغرب. اخر سؤال غادي نسولك يا سيمو، بديتي بأغنية وطنية اللي نجحت الحمد لله وبقات نجاح كبير، ولكن هنا في دولة الإمارات فاش كيكون شي لقاء مع السفارة مثلا أو شي تجمع دايره السفارة كنشوفوا الفنانات المغربية متواجدين، سيمون النور ما كاينش في هذه اللقاءات، رغم أنك أنت الوحيد اللي درتي أغنية وطنية. واش هما السفارة ما كيعيطولكش ولا أنت اللي كتبعد؟ لا السفارة عمهم ما عيطوا لي، أنا كنهضر صريح يعني، أنا ما عنديش مع نيشان. السفارة المغربية عمرهم ما عيطوا لي. كان يعني كاينين اخوه مغاربه كيغيروا يعني على السمعه ديالي الحمد لله هنا في الامارات، كيهضروا معاهم وكيقولوا لهم مثلا خصو يحضر في اليوم الفلاني، ولكن ما كنتوصلش باي اتصال او اي يعني. كنتمنى ان شاء الله. انا كنت لقيت بواحد من الجاليه المغربيه اللي هما تابعين المغاربه في الامارات، نادين المغاربه في الامارات. قال لي احنا كنا باغيين نكرموا سيمون النور واحد النهار ولكن ما عرفناش كيفاش نوصلوا له. واش هاد الهضره بصح يعني ولا صعيب ان الواحد يوصل لك هنا في الامارات؟ سهل طبعا. انا دابا اللي ما كيعرفنيش انا موجود في راس الخيمه الحمد لله، واي واحد واي واحد يجي عند السي الحسين هنايا ويسولو يقول لي سيمون النور الحمد لله راه معروف، راس الخيمه راه معروف الحمد لله. ويعني انا دابا ما بقاش نعيط لك في التليفون، ما بدانجينيش الله صافي اجي تاكل هذا وعيط ليا خويا ديك الساعه. مرحبا. طبعا شكرا لك سيمو، رمضان مبارك ان شاء الله، وكنتمنى لك اكيد مسيره موفقه بالمزيد من العطاء والتالق. حلقه زوينه وفوزتوا علينا في هذا النهار هذا، لان احنا رمضان كيدوز عندنا هنا في الغربه شويه ماشي بحال المغرب، فوزتوا علينا بزاف. وكنشكر القناه بزاف تي في، كنشكرك الاخ عبد الكامل واللي محبوب عند المغاربه كاملين هنا في الامارات في المغرب،
تقريبا في العالم كامل الحمد لله، والحمد لله ولات يعني ولاو الناس كثار كيهضروا على الشيء اللي كدير الحمد لله. فالمسيره ديالك كنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق وكل خير ان شاء الله. ربي يخليك. نشكر حتى هشام اللي اليوم كان فرحان انه تلاقاك. شكرا لك ورمضان مبارك ان شاء الله. ندخلوا في القصه حنا اكيد. يلا انتم تبقوا على خير. يلا السلام عليكم. سلام.